نورتونا في المهرجان ديال قناوة. هادي خلاتنا نقلبوا عليكم مراكش كامل. هادي الريحة ديالها كلها عطات الجماعة فينا تبارك الله. داك البخور زويون. مرحبا، هذا واجب. فهذا هو اللي خلانا نجيو نسولو ونتعرفوا على دار القرشي للعطور. مرحبا. فاحنا بغينا نعرفوا منكم هاد النبذة ديال البخور، ونعرفوا كيفاش كتصوبوا هذاك النوع ديال البخور اللي كان تبارك الله زوين في المهرجان ديال. مرحبا بكم، مرحبا بمجلة أصوات، إذاعة أصوات. نهار كبير هذا، نورتونا. يعني ممكن ورقة تعريفية على سعد. سعد قرشي هذا اللقب. أنا صاحب المحل دار القرشي، هذا الفرع الأول في مراكش، وإن شاء الله كاين فروع جديدة داخل المملكة. أنا درست هذا المجال هذا في الإمارات. أول حاجة كان هواية، ومن بعد دخلنا المجال وتعمقنا فيه بزاف وتخصصت فيه، وتخصص ديال تصاميم الخلطات الخليجية العربية بصفة عامة، وحتى الخلطات الفرنسية. مكان دراستك فين؟ واش في المغرب ولا خارج المغرب؟ لا، مكان دراسة خارج المغرب. ها شنو أهم يعني شنو درست في درسنا يعني عندنا علاقة بالكيمياء. وكل ما يختص في البخور، في العطور، كريمات، زيوت الشعر، معطرات الجو، يعني المجال كامل. درست 4 سنين ونص في المجال، وتخرجت في الهندسة الكيميائية تصاميم العطور والبخور. دونك منين تخرجتي فكرتي اوتوماتيك انك تدير محل للعطور والبخور؟ اول ما تخرجت انا الحلم ديالي دائما انه ندير محل باش الناس تستافد من هذا المجال، حيت بزاف ديال الناس ما عندهمش، يعني ما نقولوش كلشي لكن الاغلبيه ما عندهمش الثقافه هذه، يعني معلومات الكافيه، سواء في النوطات العطريه، في البخور، كاين بزاف الناس ما تيفرقوش ما بين مثلا بين البخور الاصلي والتقليدي، العطر الاصلي والعطر التقليدي. احنا فتحنا المحل هذا في مراكش بس لانه مراكش هي مدينه سياحيه تيجيو لها جميع، يعني تقريبا احنا كنتعاملوا مع جميع الجنسيات ماشي المغرب فقط، حتى الاوروبيين والناس من الخليج. عندكم فروع في المغرب؟ قلت هذا اول فرع عندنا هنايا في مراكش، ان شاء الله قريب نفتحوا فروع وفي مدن ثانيه. بالنسبه للمنافسين، واش عندكم منافسين هنا في المغرب؟ منافسين هو اي مجال فيه منافسين، لكن انا الشغل اللي كندير هو تنصمم، ما كنبيعش يعني منتوجات ديال شركه ثانيه. مثلا دابا تلقى محلات في المغرب وحتى في الخليج كيبيعوا منتوجات من كل فن طرب يعني، لكن حنا انا كنبيع منتوجاتي اللي مصمم انا، اللي صارت على خدمتهم انا. هذا هو اللي كيميزك على هذا هو التميز، هذا هو التميز. يعني ما كنبيعش، يعني لو شفتوا منتوجاتي انا كل ما تلقوا عليهم الاسم ديال المحل. واخا بالنسبه لي يعني الخلطات اللي كدير مثلا العطريه ولا ديال البخور، منين كتستلهم هذيك الرائحه؟ هذيك الرائحه كلها احساس، يعني لو ما كانش احساس ما غاديش تطلع واحد الخلطه عطريه، ولا مرات ما يكونش احساس ما تطلع حتى شي حاجه، يعني في المخيلات، بحال الفن، بحال الرسم، بحال الفنانين الممثلين، بحال يعني كتطلع شي حاجه. يعني عندها علاقه بالدراسه؟ الدراسه كتكمل، ما كانش دراسه واحد يكمل ثاني، لكن اول حاجه الهوايه، ويكون فيك الروح، الاحساس ديال التصميم، مخيلات. يعني كاين واحد تنعيش واحد العالم اللي كنتخيلوا نوطات عطريه، كنسافروا الغابات، يعني في المخيلات ديالنا، وكنصموا عطور يعني، ونفس هذوك العطور كنصموا بهم بخور.
يعني كاين ناس اللي دارسين ما عندهمش هوايه ما يطلعش لك خلطات. نتوما كتبيعوا يعني البخور؟ كنعرفوا يعني حنايا في المغرب تنعرفوا اللي تيبيع البخور هو العشاب. واش كاين واش الناس كلها كتقول لكم نتوما عشابه مثلا؟ شنو الفرق بينكم وبين العشاب؟ شوفي حنا المحل درنا واحد الطريقة في المنتوجات، المنتوجات اللي عندنا هما خلطات إماراتية، والخلطات الإماراتية التراثية الناس ممكن الناس يشوفون يقول لك عشاب، لأنه العشاب هنا في المغرب كيبيع حاجات طبيعية، وفي الإمارات الأشياء اللي كيتباع في محلات البخور هذه طبيعية، مثلا الزعفران، المخمارية الزعفران، مثلا اللوبان تكر، هذا شيء كنحصلوا الزعفران عند العشاب، كنحصلوا اللوبان عند العشاب، لهذا بعض الناس تيقول لك نفس العشاب، لكن حنا ما كنبيعوش البخورات اللي عند العشاب، حنا عندنا اشياء يعني اللي ايجابيه. يعني على ذكر ما كتبيعوش يعني البخوره اللي عند العشاب، منين تتجيبوا هاد احنا المواد ديالكم؟ احنا المواد ديالنا كما انا كندير التصميم، وعندنا المصنع ديالنا في الامارات اللي كنصنعوا فيه، كنعطي التصميم ديالي وكنطلعوا من الكميه وكتوصلنا على المغرب. كتفكروش ديروا هنا مصنع في المغرب؟ ان شاء الله، لانه حنا كاينه فكره ضروري ومؤكد في المغرب، سواء في المغرب ولا في الامارات بحال بحال. شنو هي انواع العطور اللي عندكم حاليا؟ انواع العطور هنا في المغرب، يعني كنعتمدوا للناس على حسب طلب الزبائن، كنعتمدوا على العود، عطورات العود اللي تكون هادئه ماشي العود القوي، يعني كنحاولوا قد ما كان اننا نخففوا العود، ولينا حاليا كنعتمدوا على نوطات فرنسيه بزاف على حساب طلب، مع الناس دابا تيبغوا عطور فرنسيه وفيهم لمسه عربيه. على ذكر يعني الطلبات، الزبائن يعني اللي زاروكم هنايا، يعني واش عندكم واحد الزبائن اللي هما مشاهير ولا ناس عاديين، ولا يعني شنو طبيعه الزبائن اللي كيزوروكم هنا حاليا في المحل؟ عندنا جميع انواع الناس تيجي، وخصوصا تعاملنا بزاف، تنتعاملوا حاليا تنتعاملوا مع مشاهير، مشاهير سواء في السوشيال ميديا ولا في نجوم في التلفازة، ومغنيين ممثلين، يعني كاين بزاف ديال المعارف. كلهم اصدقاء ديالنا. مثلا عطينا اسم. مثلا كاين يعني عندنا ناس من المشاهير اللي تيجيو، هما عندهم ميول لهذا المجال ديال البخور والعطور، كل ما تيجيو من مراكش لو جابتهم طرف هنا كيجونا، مثلا صديق ديالنا يسار، حمزه الفيلالي، عبد الاله رشيد، يعني كاين قائمه طويله. وشنو نوع يعني العطور اللي عليها الطلب بزاف؟ نوع العطور يعني كما قلت لك حاليا في المغرب ولا ادمان على العود. وحتى النجوم وهاد الفنانين ولاو طالبين العود بزاف. يعني تيجي عندي واحد صديق فنان لا تيقول لك اعطيني شي حاجه اللي عود، يعني عود قوي بزاف، يعني هما حتى هما عندهم روح الاحساس والابداع، يعني فنانين. وكاين فنانين اللي كيجي وتيقول لك بغيت شي حاجه خفيفه، والناس اذواق، يعني الناس الثانيه الزبائن راه تيجيو، ولكن الزبائن اغلبيه كيطلبوا العود كما قلت، العود اللي خفيف. بالنسبه للكلفه الشرائيه، واش كاين شي ثمن مناسب ولا كلفه غاليه؟ شوفي حنا فتحنا دار القراشي في مراكش باش الناس تستافد، كلهم طبقه متوسطه والطبقه العاديه والطبقه اللي فوق كلهم كيستافدوا سعر واحد، ما دايرينش هذوك الاسعار، لانه دابا الناس اللي تتلقى الطبقه العاليه كيمشيو البراندات الكبيره كياخذوا منتوجات، والطبقه المتوسطه والعاديه ما عندهمش امكانيات، كيطرقوا يمشيو ياخذوا اشياء اللي يعني اشياء اللي تنقولوا انا كنسميها دون المستوى. يعني ممكن تعطينا يعني رقم ما بين يعني الاغلى رائحه عندك في المحل؟ احنا العطور ديالنا كيتراوحوا ما بين 200 و 400 درهم فقط، يعني وعطر اللي هو يعني ثابت، والناس الحمد لله هذه بشهاده ديال الفنانين وشهاده ديال الناس زبائن ديالنا، وعمرنا الحمد لله ما لقينا انتقادات ولا. رسالتك لسكان مراكش؟ سكان مراكش ترحبوا بهم في المحل اول حاجه، عندنا كلهم سواء سكان مراكش سكان المملكه المغربيه كامله، وان شاء الله دائما كنحاول انني نبدا عليهم الجديد تحت شعار
الله الوطن الملك. السلام عليكم واهلا وسهلا بك، شرفتونا في مهرجان قناوه اللي كان ضم جامع الفنا قناوه الشوري العالميه. شفنا البخور ديالكم، جينا عندكم باش نتعرفوا عليكم اكثر. ممكن تعطينا نبذه على طه؟ معك سهيل طه، ملقب قرشي، الاخ ديال سعد. حنا صحاب محل دار القرشي. بالك طه، نتوما يعني المحل ديالكم ديال العطور والبخور، واش مختص غير في البخور والعطور ولا تديروا شي منتوجات واحده اخرى يعني اللي كتبيعوها؟ لا، مختصينش غير في العطور والبخور، مختصين في بزاف ديال الحوايج اخرين، بحال مثلا عندنا كريمات، عندنا زيوت، عندنا بزاف ديال الحوايج، من بينها عندنا عبايات. دونك عبايات كيفاش؟ عبايات حنا ما كناش بغينا ندخلوا هذه الفكره هذه، ولكن قررنا باش ندخلوها حيت بزاف ديال الناس تيطلبوا العبايات، وطاحت علينا الفكره باش نديروا واحد العبايات اللي ما يكونوش عاديين بحال اللي كيتباعوا في السوق، ندير واحد العبايات اللي مودير اول حاجه، ويكونوا عبايات ثاني حاجه، وثالث حاجه ندخلوا عليهم واحد الزواق مغربي او لا طرز مغربي. بحال مثلا عندك هذه العبايه هذه، كما كتشوفي معايا هذه العبايه هذه، هي عبايه، العبايه اللي موالفين عليها كتكون عاديه مسدوده. حنا اللي جبنا لهم عبايه محلوله يعني مودرن، محلوله اماراتيه مودرن، وزدنا عليها واحد الطرز اللي هو كيكون بحال اللي قلتي طرز مغربي مخدوم باليد. بالنسبه لهذا يعني هذا الطرز وهذا الشيء، واش عندكم يعني اللي كيخدم لكم هذا الشيء ولا؟ اي عندنا موديليست مغربيه في الامارات، هي اللي كتخدم لنا كاع هاد لي موديلات. دونك الفكرة كانت المزج بين اللباس الإماراتي، الثقافة الإماراتية مع الثقافة المغربية. أي ممكن شي إقبال على هاد العبايات؟ كاين إقبال كبير، لقينا واحد الإقبال كبير، كما كتشوفي راه كنجيبوا الرام ديال العبايات والرام ديال سلات العبايات وكتشري غير. ما كاينش هنايا؟ أيه كاين شي عبايات تنخدموهم هنا في الطرس، كنزيدوا عليهم الطرس في المغرب كيكونوا سور كوموند. اللي عندكم مخاور ديال اللباس الإماراتي؟ أيه هادوك. يعني هذاك كيفاش كيتم الصناعة ديالو؟ هذاك الصناعه ديالو هو في المغرب ما يمكنش تلقاه، الا لقيتيه قليل نادر، واحد الحاجه اللي نادره. هاد المخاوير هادو كيتصاوبوا في الامارات، امبوسيبل تصاوبهم في المغرب. الثوب ديالو كي في الهند ولا في الامارات ولا، وحتى اللي بغى يخيطوا ليك ضروري خاصو يكون هندي، حيت الهنود هما اللي كيسرعوه كما كنقولوا. هما اللي كيديروا ديك الخياطه يعني تصاوبتي في المغرب كيجي شويه صعيب، حيت هو الخياطه ديالو خاصه. كاين شي تشابه بينه وبين القفطان المغربي؟ شويه، حنا ولينا كنجيبوه وكنزيدوا ليه حتى هو الطرز المغربي باش نعطيه واحد الطابع مغربي، واحد اللمسه مغربيه. وبالنسبه لهاد المخاور هادو فين كيتلبسوا يعني شنو المناسبات؟ عندهم بزاف ديال المناسبات، الا جينا نشوفوا في الامارات كيتلبسوا مع، في الاصل كيتلبسوا مع العبايات، كيتلبسوا من الداخل في العبايات من التحت، وكتلبس فوق منهم العبايه اللي محلوله مودرن كما قلت لك على قبيله، على العبايات اللي كنجيبو كيتلبسوا مودرن. هنا في المغرب كل واحد وكيفاش كيلبسوا، كاين اللي كيلبسوا في مناسبات، كاين اللي كيلبسوا في اعياد، كل واحد. في الامارات اعياد الوطنيه. واخا بالنسبه للزيوت ديال الشعر والكريمات التجميليه اللي كديروا، واش حتى هي صناعه يعني خاص؟ كلشي اللي كتشوفي عندنا في هذا المحل كلشي حنا اللي كنصنعوه، حنا كونتر ديك القضيه ديال نجيبوا واحد السلعه اللي جاهزه ونعاودوا فيها البيع، كنحاولوا نتفاداو هذه بما قدينا. بالنسبه للزيوت ديال الشعر اللي سولتيني عليهم، الزيوت ديال الشعر حنا كنصنعوهم هنا، كاين في المغرب واحد الغلط، الزيوت ديال الشعر تيجي تيقول لك انا ندير زيت الخروع نخلطها مع الزيت ديال هادي مع الزيت هادي الزيت الفلان فلانيه تنخلطهم وتنديرهم شعري، لا، خاص يكون واحد المختبر، خاص يكون كل نوع ديال الزيت يكون القدر ديالو، بحال هادي 3% هادي 10% هادي 4% عاد باش تعطي ديك الزيت المفعول ديالها. يعني ما يكونش زيت زايد وزيت ناقص باش يكون داك التوازن. التوازن خاص. وخطها بالنسبه لرسالتك يعني الاخيره للزبائن ديالكم. الرساله الاخيره هو كنقول انه كاع الناس اللي باقي ما زاروش هذا المحل هذا خاصهم يزوروه ضروري ضروري ضروري، وكاع الفنانه ديال المغرب اللي باقي، حيت راه زارونا بزاف ديال الفنانين اللي باقي ما زاروش هذا المحل هذا، اي واحد خاصو يجرب هالثقافه هذه، خاصو يجرب هالثقافه ديال العود والثقافه ديال البخور، وهذا الشيء ضروري خاصو يجربوا. والناس نقول لهم يحاولوا في استطاعه، الا في استطاعتهم يجيو لهذا المحل يشوفوا ياخذوا فكره. بالنسبه لمكان تواجد المحل ديالكم؟ محل كيتواجد في مراكش السعاده، وان شاء الله كنطمحوا، عندنا طموح اننا نفتحوا بلايص اخرين في مدن اخرين في المغرب وحتى خارج المغرب ان شاء الله، علاش لا، وان شاء الله دار القرشي غادي تكون هي رقم واحد في المغرب. شكرا على المشاهده.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.